بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شكرا على هذا اللقاء مع هذه القناة وعلى اهتمامها بموضوع اللي كيعيش دابا فيه وجل الوطن الذي يتعاطف مع مدينتنا. أولا مصطفى قراب بطبيعة الحال ولد الجماعة السلالية من أمي، ثم فاعل جمعوي ومستثمر في نفس الوقت في هذه المنطقة في مجال ديال زراعة النخيل وعضو في مجلس جهة الشرق، وفي نفس الوقت عضو في مجلس البلدي بمدينة فيجي. ما وقع لي فيجي في الحقيقة نكبة كبيرة، نكبة كبيرة لا ما يقدرش الواحد يوصفها. علاش؟ لأنها يعني ما عمرها وقعات في شي بلاصة. ما معنى فلاحة بسطاء 30 سنة وهما يخدموا وهما يكدوا وهما يجمعوا، ولما وصلت الغلة يخصهم يخويوا المنطقة ولا غادي يتعتقلوا من طرف النظام الجزائري المعتدي طبيعة الحال المعتدي على الفلاح. ورغم أننا نقول أنها منطقة حدودية والأرض التي كانوا يتواجدون فيها منطقة حدودية، هذا ليس بمبرر، ليس بمبرر. علاش؟ لأن خصنا نستحضروا حسن الجوار ونستحضروا الأخوة اللي كاينة بيننا وبين إخواننا الجزائريين اللي ما عطفوش وما رحموش هاد الناس اللي هما مساكين، جمعوا دخلوا بالفسة وخرجوا بالفسة. هذا منكر. والصمود اللي عندنا بالنسبة لفيقيك منذ سنوات ومنذ قرون، القوة ديالو جات من الثوابت اللي كيأمنوا بها أهل فيقيك، التوابس ديالنا، وهو إخلاصنا لديننا ولأرضنا ولملكنا ومغربيتنا. نحن مغاربة أبا عن جد، إذن لا يمكن أن نتنازل عن أراضينا المغربية. ولهذا احنا بالنسبة لنا هذه فاجعة، وهذا هذا اليوم خصوصا هذا اليوم ديال 18 مارس غادي تسجل بواحد في التاريخ بواحد، لا أقول بمداد أحمر بمداد أسود. علاش؟ لأنه اليوم الذي كيفصل بين تاريخ وتاريخ آخر اللي ما عمرو يتنسى. هذا الجرح العميق 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 جدا واللي كنعيشوه كاملين أهل فيقيك اللي متواجدين بالمدينة ولا اللي كاينين في الخارج ولا اللي كاينين في الداخل، وخصوصا التعاطف ديال المنظمات والسلطات ديالنا كذلك، هي كذلك تعيش معنا هذه المحنة وتبحث عن حلول مشكورة، لأن هذا مشكل ديال المواطن. ودور السلطات بطبيعة الحال سواء كانت إقليمية أو محلية أو مركزية فهي في اتصال دائم ومباشر من أجل إيجاد حل لهذا المشكل العميق 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 جدا جدا. وحنا سنواصل بطبيعة الحال البحث عن حلول، يعني التي بطبيعة الحال اللي غادي يقبلها الجميع بطبيعة الحال، واللي غادي ترجع الاعتبار لهاد الفلاح مساكين اللي هما ضاعوا وضاعوا وليداتهم وضاع رزقهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وأشير كذلك على احنا في الحقيقة ما عمرنا كنا نحسبوا منطقة ديال العرجة منطقة حدود ديال الجزائر، ما عمرنا كنا نحسو. كنا صغار في 6 سنين 7 سنين كنا كنجيو هنا مع جدودنا وكنا كنحيدو التمر ديال الفكوس وكنقسموها بين اهل السلاله، وما عمرنا كنا نقولوا هذه الارض هذه خارجه فيكي. لان علاش؟ هذا هو امتداد ديال الاراضي ديال فيكي حتى الجبل. لولا كان الجبل الحدود ما غاديش يكون هذا المشكل. هذا الجبل هذا شحال كاين بين الجبل والواد اللي كيعتبروه الوسط ديالو هو الحدود، ما كانش حتى كيلومتر كيلومتر في العرض، ولكن ضارب واحد 15 ولا 20 كيلومتر في الطول. اذا احنا بالنسبه لنا ما عمرنا كنا كنتخيلوا شي نهار انه غادي تجي الجزائر تقول لك هذه ارضي. والدليل ما عمر الفلاحه ديالنا اللي مساكين كانوا يدخلوا ويخرجوا يدخلوا ويخرجوا صباح وعشيه في كل وقت، ما عمرهم قالوا لهم لا الحراس الحدود ديالنا ولا ديالهم اش كديروا هنا. ما كيجيهم حتى شي واحد، كيدخلوا يخدموا بنيتهم مساكين، يحفروا الحواسي، داروا لي كرياج، جابوا الخدامه،
جابوا اجود النخيل داروه تما ودابا النخيل ولا كيعطي وسيدي خرج برا خرج برا ما ماشي ديالك هادشي ايوا لما قالوا لهم النخل ديالنا قالوا دي فوق ظهرك العسكر ديال الجزائر قالوا دي فوق ظهرك هذا كلام هذا يقال هذا دي فوق ظهرك لا رحمه لا شفقه احسن ما احسن التمور احسن التمور عزيزه كتعرفوا كلكم ومعروف ومعروف على الصعيد الوطني هو عزيزه كيدير ما بين 100 و150 درهم وعندنا الفقوس كيدير 30 درهم وعندنا بفقوس غارس كيدير 60 70 حتى 80 درهم يعني اجود التمور وهنا دابا دخل حتى المجهول دخل لهاد المنطقه ما كانش هنا دخل وكتعرفوا الثمن ديال المجهول 100 درهم الفوق اذا اجود التمور هنايا في هاد المنطقه وكان الناس الحمد لله كانوا فرحانين بالغلول ديالهم وكانوا بداو كينتجوا في هاد السنين الاخيره ديال 4 سنين ولا 5 ولكن دابا كلشي توقف بلا السهارج اللي تبناو بلا الديور اللي خلاو تما بلا يعني اللوجيستيك البنيه التحتيه اعطى الله الخير دابا الناس دخلوا تما هاد الحراس ديال الحدود ديال الجزائر غادي يلقاو كلشي موجود عندهم الديور تما عندهم لي بيسين عندهم وجدنا لهم وعطينا لهم هذا مصيبه هذه راه مصيبه كبيره وشكون غادي يخلفها كاع واخا تعطي لهم اللي عطيت لهم ما كاينش اللي غادي يخلف لهم هادشي ما يمكنش تخلفوا وانسان مرتبط.